كل واحدة من حلقات المسلسل دوت بتكتشف كارثة ومصيبة قذرة أكتر من الحلقة اللي قبلها. أنا دايما بقول على سلسلة الفيديوهات ديت بتاعت هازبن هوتيل إن هي زائد 18، لكن الفيديو ده بقى بالذات أنا بقول لك هو زائد 21، وكده أنا مجامله كمان، وده بسبب المشاهد والتفاصيل اللي أنت هتشوف إن ما فيهاش ذرة مبالغة منه، ولكن هي فعلا مشاهد بشعة قمة في قذارة الدموية. ده غير طبعا زي ما قلت لك قبل كده الأفكار الإلحادية والشذوذ وغيره. خد بالك إن ده الفيديو التالت في السلسلة، فلو أنت شفتش الفيديوهين اللي قبل كده ارجع واتفرج عليهم عشان تفهم الفيديو دوت، هما صغيرين مش طوال. في الحلقات اللي فاتت احنا شفنا ان اهم احداث حصلت هو انهم في ملاك لو مقتول وقدموا اليوم بتاع الاباده اللي بتتعمل للجحيم وبيوتوا فيه جزء كبير من السكان. السكان دول اللي هم مين؟ جزء منهم شياطين والجزء الاكبر هم المخطئين او المذنبين ذا سينرز. وشفنا كمان ان في شياطين مسيطرين على جهنم عندهم شركات وجماعات شبه الجماعه بتاعت في اللي احنا شفناها في الحلقه اللي فاتت. ده كده بس كانت مجرد مراجعه سريعه عشان افهمك اللي هيحصل في الحلقه دي. بتبدا الحلقه الثالثه ببنشس اللي احنا شفناه اللي هو شبه الافعى في الحلقه اللي فاتت، وهو داخل ومعاه ماكينه جديده بتاعه قتل، سلاح اسمه سالخ الجلود. هما طبعا كانوا ادوه فرصه ان هو يقعد معاهم في الفندق، ولكن هو عنده من نوع كده اللي فيه تراست ايشز، مانع اعتدى القلق ظن الطمانينه فخا، هو هذا الشخص، وانت تلاقيه زيه اصلا، وانا تلاقيني زيه برضه، مش مطمنين لاي حاجه بتحصل حوالينا، تحس كده ان كله عايز يغدر بيك، كله مستنيك بس تديله الامان عشان يطعنك في ظهرك، لكن فاجي بتطمنه بتقول له خلي بالك الناس اللي هنا بيتعاملوا معاك بلطف عشان هم فعلا بيحبوك عشان عايزين منك حاجه، بتاخد منه الاسلحه بتاعته، واثناء ما هي بتعمل كده بتخش بنتين وركز مع دول كويس، ومعاهم شحنه اسلحه هيستعملها عشان يصنع بيها اسلحه تانية. والشحنه كان مكتوب عليها كارماين او كارمن. وبنكتشف ان في واحده تاجره سلاح وهي شطانه كبيره وكانوا بيصفوها بالست العجوز، اسمها كارميلا كارماين، احفظ الاسم ده كويس. فاجي اخذت منه كل الاسلحه ورميتها بره الفندق، وكمان اخذت منه اتباعه اللي هم البيض الصغير، وراحت ودتهم لمين؟ لاليستر، اللي هي لما بتخش عليه بتلاقيه قاعد عمال بياكل في جثه غزاله في منظر مقرف جدا، وبتقول لاليستر انا عايزك تتخلص من البيض دوت بشكل انساني. طبعا مش عارف هو هيتخلص من البيض بشكل انساني ازاي وهو اصلا شيطان يعني، ولكن هي برده بتديهم له بتقول لهم يعني خلصهم وانهي حياتهم التعيسه ديت بشكل ايه سهل وبسيط. لكن اليستر بيتضح عنده ان لا انا ممكن استعمل الاتباع دول في حاجه تانية، وفعلا بياخدهم معاه ويبتدي ان هو يتمشى في المدينه. وانا عايزك بقى تركز لان الحلقه ديت كلها دايره عن اليستر بالذات. بنرجع تاني للفندق وبنشوف ان تشارلي بتحاول ان هي تعمل ثقه بين الناس الموجودين معاه في الفندق، فبتقول لهم احنا هنعملوا حاجه اسمها تمرين الثقه. تمرين الثقه ده لو انت ما سمعتش بيه قبل كده اللي واحد بيقف بيعمل ديلت كده وبيرمي نفسه والناس اللي حواليه بيلقطوه عشان تثق بزملائك. قالت لهم بس احنا هنزود حاجه، احنا كل واحد فينا هيطلع فوق هيعترف بحاجه عنه وبعدين هيرمي نفسه والباقيين يلقطوه. فبتطلع تشارلي الاول وبعدين بتقول حاجه كده وبعدين بترمي نفسها وهم بيلقطوها، وبعديها بيطلع انجل اللي زي ما قلت لك ان هو لا مؤاخذه الوان او متحول جنسيا كمان، وبيقول لهم ان هو بيحب يمص اقولها يعني لازم يا عم زي دنجز وقولها امر لله، بيقول لهم ان هو بيحب يمص الايس كريم، وبعد شويه بيقول لهم كمان بحب امص حاجه ثانيه. يعني انا زي ما قلت لك ان الفيديو دوت زائد 21، وانا مش عارف ازاي لو في طفل قاعد بيتفرج هيسمع حاجه زي كده، وانا مش هقدر اوضح اكتر من كده للاسف. ولكن التمرين اللي هم عاملينه عشان يبقى تمرين ثقه فشل منهم وقلب كده موضوع سخريه وضحك ومحدش فيهم وثق في التاني ولا غيره. نرجع تاني لاليستر وهو ماشي في المدينه ومعاه اتباعه من البيض، فجاه بيدخل عليه شيطان كل الموجودين في الشارع من المجرمين والمذنبين كل ما بيشوفوه بيطلعوا يجروا ويختفوا. الشيطان شكله مرعب حرفيا، ومن الواضح ان هو واحد من الكبار بتوع جهنم حاجه كده ايه من العتاوله. فلما بيقابل اليستر بنعرف ان الشيطان ده اسمه زيستل، وهو واحد من اقدم الشياطين الموجودين في المملكه ديت، يعني كده ممكن نرجح ان هو تقريبا قديم قدم ابليس نفسه. بيقعد يتكلم معاهم، من الواضح ان الاثنين رايحين لاجتماع لكبار الشياطين الموجودين في الجحيم. وهي دي بقى النقطه اللي كلمتك فيها الحلقه اللي فاتت، ان من الواضح ان الجحيم مش مساب كده، وان في قوه كمان مسيطره عليك حكومه، لكن القوه ديت ما بيشاركش فيها تشارلي او اللي هي عندها الفندق بنت ابليس، برغم ان هي بنت ابليس، لكن موازين القوه واضح ان هي مش في ايد تشارلي نفسها، ودي برضو نقطة مهمة انت لازم تركز فيها. وده بقى لو انت فكرت فيها هو نفسه حال امريكا. انا هنا مش بحاول اربط والله، في مصطلح اسمه الديب ستيت او الدولة العميقة. الحكومة الامريكية اللي انت بتشوفها من رئيس ووزراء والناس دي كلها مش دول اللي بيحكموا امريكا، في ناس تانية ورا اللي طبعا بيبقى اغلبيتهم لا يخفى عليكم ان هم من الصهاينة واليهود، بيكونوا هم اللي حاكمين الدولة، هم اللي بيتحكموا في كل القرارات السياسية اللي انت بتسمعها. عشان كده بتلاقي اوقات القرارات اللي هم بياخدوها مش مبنية خالص على المنطق وما بتعبرش حتى عن رأي الشعب بتاعهم. ده بالظبط هو الحال هناك. تشارلي اللي هي بنت ابليس ما هياش هي الملكه بتاعت الجحيم او هي اللي مسيطره، ولكن في لورد او ناس في الخفا بيدوروا كل حاجه بتحصل. بيدخل الشياطين الاجتماع واليستر بياخد من الخمس بيضات اللي كانوا معاه واحده بس، وبعدين لما بنبص على الشياطين اللي قعدوا هتلاقي ضمنهم فيلفت اللي ظهرت في الحلقه اللي فاتت في شركه في او في المؤسسه بتاعت في، والشيطانه بقى اللي دخلت اسمها كارماين او كارمن، هي اسمها كارميلا، وهي دي نفسها تاجره السلاح اللي كانت باعت طرد او شحنه الاسلحه للفندق اللي كان هيستلمها بنشس. فالست دي هي واحده من اكبر تجار السلاح هناك. فبعدين بتبدا انها تكلمهم وتفهمهم ان في مشكله
مشكلة. الإبادة اللي فاتت الملائكة تقريبا أبادوا 16% من الشعب أو المذنبين اللي هم موجودين في الجحيم، وطبعا بعد ما هم قربوا يوم الإبادة متوقع إن النسبة هتزيد أضعاف مضاعفة عن آخر مرة. بتخش بقى فيلفت وبتبتري إنها تعمل حركات فيها عدم احترام لكل اللي قاعدين، بتبتري تهنهم وبتبتري إنها يعني تكلم معاها، وبعدين بتطلع من وراها راس الملاك اللي اتقتل في أول حلقة وبترميها قدامها. بتقول لها على فكرة إحنا لقينا راس الملاك ده كده، الملاك اتقتل، وإحنا كنا فاكرين إن هم ما بيتقتلوش، إحنا هو مش عارفين مين اللي قتله أو قتله إزاي، لكن معنى إن هم بيتقتلوا ده معنى إن إحنا ممكن نعمل لهم كمين في الإبادة الجاية ونقتل منهم اللي نقدر عليه، وبالتالي مش هنبقى في حاجة خالص إن إحنا نخش معاهم حرب وكل مرة يبيدونا من غير ما إحنا نتكلم. كاراماين بتتعصب عليها فبتبتدي فيلفت الناس تزود كلام وبتقول لها طب ما تقريبا أنت اللي قتلاه، أو بتوجه لها يعني اتهام فيما معناه إن أنت طالما متعصبة كده ما يمكن أنت اللي تكوني قتلاه. فكارميلا في ساعتها بتنهي الاجتماع اللي هو كان لسه بادئ مفيش من دقايق وبتكرش كل الموجودين. بتخش الأوضة هي ومعاها زيستل الشيطان اللي شفناه في أول الحلقة، وأليستر بيكون مركز معاهم بعينيه فبيبعد واحدة من البيض اللي معاه ويقول له تجسس لي عليهم. نرجع تاني لفاجي وتشارلي وهم لسه بيحاولوا إن هم يبنوا ثقة ما بين الناس الموجودين في الفندق، والمرة دي هم بيسمعوا الاقتراح بتاع الزفت اللي اسمه أنجل. فأنجل بقى بيقول لهم عشان نبني الثقة ما بين بعض هنعمل إيه؟ بياخدهم لمؤاخذة زي بيض دعارة، ومش بيض دعارة عادي، ده بيض دعارة لممارسة السادية. يعني أنا مش عايز أوضح أكتر من كده برضه عشان لو في حد يعني بيتفرج عليه ما يتخدش حياؤه، ولكن السادية ديت هو إنك تمسك شخص وتتلذذ بإنك تعذبه، تتلذذ بالألم، وطبعًا ده مرض يا جماعة، اللي بيعمل حاجة زي كده ده إنسان مريض. المهم هو بيقول لهم إن دي أحسن طريقة أنا شايفها إن إحنا أنا آسف يعني نمارسوا جنس ويكون بالمنظر السري دوت، والمشكلة إن كان في ناس مرحبة، يعني حاجة جميلة جدًا. وتشارلي بتقول لها طب ما ده حاجة كويسة ما تيجي نجربها. ففاجي بتقول لها لا سيبك من الكلام ده وأنا بقى عندي طريقة أحسن. فساعتها فاجي زي ما قلت لك إنها كانت محاربة فبتاخدهم لساعة حرب بسبب طبعًا الحين زي ما قلت لك الدنيا مقلوبة فيه، وبتقفوا مبنى من فوق وبتقول لهم إحنا هننزلوا نحارب مع بعض وبكده كلنا هنثقوا في بعض. للأسف الاقتراح بتاع فاجي دوت كان إلى حد ما اقتراح كويس وحقيقي، لأن هي مسكت أنجل ورمت معاه بنشس اللي هم مش بيطيقوا بعض، وفعلًا الاتنين بدأوا إن هم يتفاعلوا ويحموا بعض، وأنجل شال بنشس على ظهره وطلع بيه من الحرب ديت بعد ما أنقذه يعني. ولكن في نفس الوقت فاجي بتكون حاسة إن هي ما قدرتش إن هي تخدم تشارلي، ما قدرتش إنها تاخد المسؤولية اللي هي شايلتها لها، أو إنها حتى تساعدها بأي شكل من الأشكال إن هم يطوروا الفكرة بتاعة الفندق. نرجع بقى للمشهد اللي فيه كارميلا بتكلم مع الشيطان اللي اسمه زيستل، وهنا بنكتشف إن فعلًا الاتهامات اللي فيلفت وجهتها لها بإن هي اللي قتلت الملاك كانت فعلًا اتهامات حقيقية، وبنكتشف إن كارميلا تقريبًا عندها القوة أو السلاح اللي يمكنها من إن هي تقتل ملاك، لأن من الواضح إن هم كانوا فاكرين إن الملائكة دول لا يمكن قتلهم، عشان كده كل سنة بيجوا يعملوا الإبادة ومحدش بيفكر إن هو يعترض طريقهم. بنشوف كمان إن كارميلا عندها بنتين وبتقعد تغني كده أغنية فيما معناها إن هي قتلت الملاك ده عشان تحمي عيالها، عشان تحمي الناس اللي بتحبهم. تحميهم من إيه؟ أنا ما فهمتش، هل مثلا الملاك ده كان جاي عشان يقتلهم ولا الموضوع وراه حاجة تانية أكبر يعني؟ ولا فيما بعد مثلا اكتشف إن الملاك ده استغفر الله العظيم كان بيتخرج بيهم، استغفر الله العظيم مفيش حاجة اسمها كده طبعا، ولكن هو ده اللي أنا استشفته من الموضوع أو اللي هم عايزين بيوصلوا له يعني، بيطلعوا لك إن الشياطين هم الضحايا. فزيستل بيقول لها طب أنت ليه لو أنت عندك القوة أو السلاح ما تقوليش للناس؟ قالت له عشان ده هيفتح علينا فتوحة، هيخليني أدخل في حرب أنا كنت متجنباها بقالي زمن، والدم هيغرق الدنيا، يعني في ناس كتير هتموت بسبب الموضوع ده. فهي من الآخر كده كانت متجنبة، وكل سنة بتسيبهم بس يجوا يقتلوا اللي هيقتلوه ويمشوا بسلام. في الوقت دوت بتكون البيضة اللي بعتها أليستر عشان تنصت عليهم واقفة وعمالة بتسمع، ولما بيخلصوا الكلام مع بعض البيضة بتنزل وبتروح لأليستر وبتقول له على حوار قتل الملاك. أليستر بيضحك كده ضحكة أنا مش معناها أو هو عايز يوصل ليه بالمعلومة اللي هو سمعها ديت، ولكنه بياخد البيض معاه وبيروح على البيت. طبعا ده بعد ما يكون هدد البيضة اللي قالت له على الخبر وقال له قسم معظم لو حد عرف بالحوار اللي انت سمعته بتاع قتل الملاك ده انا هعملك بيض اومليت حسفلتك. فبيرجع البيض اللي هو كان المفترض يعدمه البنشس، بنشس طبعا بيفرح بيهم جدا وبياخدهم عشان يناموا معاه بالليل. طبعا البيضة اللي أليستر نبه عليها انها ما تجيبش سيره بالحوار بتاع قتل الملاك ده، اول كلمه قالها هو حوار قتل الملاك. مش دي المشكله، المشكله ان بنشس سمع الكلام ونام، يعني تحس مفيش غباء بعد كده. وبكده تكون خلصت الحلقه. ممكن تقولوا لي في الكومنتات لو حد عنده معلومه يقول لنا عن النظريات الموجوده عن المسلسل ده، ولو عايزين نتكلم عن اي مسلسل كرتون تاني برضو قولي في الكومنتس او بعتولي على الانستجرام برد على كل. اظن برضو مش صعب ان احنا نوصل الفيديو دوت باذنك يا رب 10,000 لايك ونشره الفيديو قدر الاستطاعه عشان نوعي الناس. كان معاكم محمود زايد، سلام.